أهل المدارس هو المعرض اللي موجود بقاله فترة في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، والحقيقة إنه معني جدا ببيع الأدوات المدرسية والمواد الغذائية بس بأسعار مخفضة. يعني الخصومات بتبدأ من 25% بتوصل لغاية 50%، فيعني مش محتاجة أقول لحضراتكم قد إيه كان في إقبال جماهيري عليه، لأنه المنتجات هي نفسها اللي بتتعرض بره، بتتباع بره نفس الحاجة نفس الجودة، لكن كمان بيبقى عليها خصومات زي ما قلت لحضراتكم من 25% إلى 50%. فالحقيقة نتيجة هذا الإقبال الكبير يعني تم مد فترة المعرض 3 أيام إضافية، هينتهي أو خلاص بالفعل بينتهي اليوم الجمعة. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. نزلنا هنا مساهمة مننا في عملية ترويج وعملية تسهيل مساندة، يعني انما مش بندور على ربح هنا. بالنسبة لهنا المعرض مفيش ربح، احنا عاملين تقريبا خصم بيصل ل 20% عن فروعنا، لان احنا كان في تواصل مع وزارة التموين ووزارة الصناعة والغرفة التجارية ان هم كانوا حابين يعملوا المعرض ده كدعم من الدولة للأسر كلها، فاحنا بنشارك معاهم كل سنه فيه بحيث ان احنا نعمل حاجه مختلفه، لان في الطبيعي معروف عن المكتبات الكبيره ان هي اسعارها عاليه عشان كل الحاجات اللي عندها براندات. عندنا بعض الاصناف عليها خصومات واصله لحد 30-35% عن بره، وبقيه الاصناف من 17-18%، وفي عندنا بعض الحاجات البسيطه يعني 7-8 اصناف واصله سعرها لحد 50%. المحلات بره ممكن الحاجه تبقى المستوى بتاعها يعني مش كويس واسعارها غاليه، انما هنا بسم الله ما شاء الله يعني الحاجه كويسه وليها سعرها رخيص جدا وتناول الناس حتى اللي هي بسيطه اللي هي ممكن تقدر تشتري الحاجه دي وكده. انا اشتريت حاجات من مترو، حاجات زي لانش بوكس وكده، واشتريت ادوات مكتبيه ورق وكشاكيل، واشتريت شنطه. في تنوع في المعارضين وتنوع في المنتجات، وبرضه في ان في منتجات غذائيه جنب مستلزمات، يعني في كل ما يحتاجه البيت بالنسبه للطالب المصري او بالنسبه للطالب. يعني المختلف ان هو هنا عامل اوفر حلو على حاجات معينه، ففي حاجات ارخص وحاجات لا. الاسعار فرق اعتقد شاسع ما بين بره، يعني 30-40% خصم على الحاجه، فده حاجه كويسه. انا جيت تاني مره اجي فيها اجيب باقي حاجتي، يعني الولاد عجبهم الحاجه وفعلا جيت اجيب حاجات تانيه، لانه انا عارفه انه المعرض هيخلص بكره فقلت الحق قبل ما يخلص. اشتريت كل حاجه، يعني اقلام، هايلايتر، السيكه، كتب، كراسات، كله.